بالنسبة للأخ عبد الفتاح السيسي، أعتبر أنه الرجل الذي أو يعني الرجل الثاني بعد عبد الناصر، وإحنا والله متشجعين به، وهذا رجل وطني بالنسبة يعتبر للوطن العربي كامل، وأنا أشوف فيها الخير. رأيي في السيسي يعني يكون كويس لمصر، أما الأخوان المسلمين هم متحفين يعني. بالنسبة للسيسي في المرحلة الحاضرة هذه هو الإنسان المناسب لمصر يعني بالنسبة للمرحلة الحالية، والأوضاع المصرية الآن هي ما يحتاج إلى إنسان عسكري جيد جدا أحسن من الحكم الإخوان المسلمين. يعني السيسي حلو، لو حكم مصر يمكن تخرج مصر إلى أحسن وأفضل، ويمكن تكون قوة اقتصادية في العالم، لأنه السيسي ما شاء الله مخ عسكري ما شاء الله عليه، يقول لهم تعالوا نتحاور تعالوا نتكلم. البلد محتاجة عسكر مش محتاجة إخوان، لأن الإخوان في مصر كانوا مش إخوان بمعنى الكلمة. طبعا هم لو أنتوا تعرفوا الإعلام في مصر مش بيقول كل الحقيقة، إحنا في مصر وأصحابنا من مصر عارفين اللي بيحصل. عبد الفتاح هيظبط مصر لأنه راجل قوي فعلا، وصد كتير من الدول كانت بتمنع عندنا المعونة ومش المعونة، قال لهم يعني أنتوا حضرتك لو تسمعنا الأخبار في مصر عمل حاجات كتير، إحنا مصريين ومش عايزين حاجة منكم بصراحة. يعني أنا بحب عبد الفتاح، وهو إن شاء الله لو اتحكم مصر مصر هترجع أحسن، يعني إحنا شايفين كده. بس كأمنياً هو عارف يعني الأمن القومي إزاي يحكمه صح في مصر، يعني عارف إزاي يحكم البلد من الشمال للجنوب للشرق للغرب، عارف إزاي الفكر المصري صح. يعني ممكن نجيب واحد لسه يترشح للرئاسة ممكن ما يكونش عارف البلد لسه، يعني مش شمالها، يعني أنت عندك النوبة، عندك في مطروح، عندك عرب سينا، في ناس ما يعرفوش أصلاً الناس دي.